السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال بيقول أني الأسهل تعلم الريموت ولا تعلم الماكس؟ لا بقى أنا بحافظ على الريموت أسهل، لأن لو أنت بتدور على السهولة اشتغل على برنامج رسام، برنامج لذيذ وخفيف بس مفهوش شغل، هو برنامج هواية أو بتطلع الطاقة بتاعة الرسم بتاعتك فيه. ممكن مثلا السكتش أب أسهل من هما الاتنين، تمام. الفكرة كلها مش أنا الأسهل، أنا اللي هستخدمه أو أنا اللي هستفيد، أنا اللي هستخدمه أنا استفادي بتعرف استخدامات البرامج أو البرنامج المتخصص فيه. الماكس من البرامج القوية جدا في عمل الأفلام، في عمل الخدع، في عمل الرندر، بس ما نقدرش نخرج منه الوحش بدروينج، ما نقدرش نطلع منه الواحد زي، ما نقدرش نطلع منه نعتمد عليه في الحصر، ما نقدرش نعتمد عليه في عمل الكليشيهات. هو برنامج متخصص في اللعبة دي، هو لعبته وقوي جدا في الريندر وهكذا. برنامج ريفيت من برامج البيم اللي تقدر تشتغل عليه معماري وانشائي وكهروميكانيكا، انما الماكس غالبا بيكون معماري بس عشان تظهر الواجهات او تظهر السي دي بتاع الشكل اللي انت عايز تعمله. انما هنا في الريفيت لا، انت ممكن تطلع الكلاشات، ممكن تطلع الحصر، ممكن تطلع شوب دروينج، ممكن تطلع لوح الاثبت منه، ممكن تعمل ملفات كوبي، ممكن تعمل حاجات كتيرة جدا من خلاله، وتقدر تعمل تشوف المعماري هيبقى عامل ازاي مع الانشائي مع الكهروميكانيكال. فهو لو انت شغال في المجال الهندسي دوت هتحتاج جدا الريفت، ولو انت عايز تعمل ريندر ممكن تعمله على الريفت او تعمله على الماكس يكون اعلى شوية، ممكن تعمله على برامج اليوم، ممكن تعمله على يعني في برامج كتير جدا تقدر تعمل لك الرندر، تمام. فانت شوف انت احتياجاتك ليه، هل انت عايز تعمل فيلم كرتون خلاص روح للماكس او المايا، عايز تطلع شغل هندسي شوب دروينج، تطلع لوحات، تطلع حاجة مثلا بلاين سيكشن، الحاجات ديت شغال معماري انشائي كهروميكانيكال كل التخصصات تروح على